يشرف قطاع السكن والعمران والمدينة حاليا على دراسة المرسوم التنفيذي رقم 142-08 المؤرخ في 11 ماي من سنة 2008 المحدد لشروط منح السكن العمومي الإيجاري المعروف بالسكن الاجتماعي، وذلك بغرض تعديل هذا المرسوم إلى جانب دراسة طرق وتوزيع هذا النوع من السكنات، حسب ما أفاد به اليوم الخميس وزير السكن والعمران والمدينة السيد كمال ناصري. وأوضح الوزير في جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن القطاع يعمل حاليا على دراسة ومراجعة هذا المرسوم، سيما الشروط التي تحدد فئة المستفيدين من هذه الصيغة السكنية لتكون عملية التوزيع أكثر عدالة وموضوعية. وحسب كلام الوزير فإن أي تقنين للحد الأقصى من الأجر المسموح به للاستفادة من السكن الاجتماعي سيخلق إشكالا خصوصا لدى المواطنين الذين يتقاضون أجورا قريبة من ذلك الحد، حيث أضاف ناصري أن تحديد هذا السقف سيعتمد على دراسة معمقة على الصعيد الاجتماعي وعمل علمي يرتكز على الإحصائيات والرقمنة، في إشارة منه إلى رفع الحد الأدنى للأجر الذي يسمح بالاستفادة من السكن الاجتماعي. من جهتنا نتمنى أن يكون هذا التعديل في القريب العاجل، خاصة مع عدم نجاح صيغة عدل وعدم تناسب صيغتي السكن الترقوي المدعم والسكن الترقوي العمومي مع الوضع الاجتماعي للفئات المستهدفة لهاتين الصيغتين.